لماذا قبلت الوزارة أيام الإخوان؟ أنا عمري ما فكرت في فكرة الوزارة إن أنا أكون وزير ولا أصلاً. ولا أنا ما بحبش يعني، وخصوصا الفترة كانت فترة مضطربة جدا، وأنا حتى قيام الثورة كنت أنا رئيس لدار الكتب، وكانت المظاهرات تأتي من أنت شبرا. أنت بتتكلم على 2011 25 يناير، وكانت المظاهرات تأتي من تحت مكتبي في كورنيش النيل، وأنا كنت بشوف المظاهرة، وكانت وسط البلد، وكانت يعني في حالة من حالات الاضطراب شديد، التفكك، المجتمع تفكك جدا جدا جدا، وكأن الرئيس مبارك يعني الله يرحمه يعني أسلمنا للمجهول، يعني ما كانش فيه يعني هو عين قائم بعمل رئيس جمهورية، ولكن البلد كانت مضطربة جدا، وكانت كل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية يعني تعج بالمظاهرات وبالاضطرابات، وتقريبا توقف دولاب العمل في الدولة المصرية. ولما دولاب العمل يتوقف في الدولة المصرية تبقى فيه مشكلة كبيرة، وخصوصا في فترة التحول طموحات الناس زادت جدا، وإمكانات الإدارة مش متوافقة أو مش مستجيبة، أو يعني تفتقد، كانش في حد قادر على إن هو يضع سياسة، مش عارف إيه اللي هيحصل. أيوة، الموج مضطرب والبحر مضطرب، لا يحصل بكرة. فأنا فوجئت إن الدكتور الجنزوري بيكلمني، وكان طلبه من الدكتور الجنزوري، كان تعرف كان هم عايزين يشيلوا الدكتور الجنزوري، وعايز، وكان فيه مفاوضات عن طريق المشير الله يرحمه، ووصلوا الى حل وسط. المشير طنطاوي كان راغب في بقاء الجنزوري. طبعا. فهم وصلوا الى حل توافقي، حكاهولي الدكتور الجنزوري ان هم يغيروا الوزاره، لان هم وعدوا الشعب ان هيغيروا الوزاره، فيبقى هذه تغيير. مين يا فندم؟ الاخوان. الاخوان، ما هم كانوا يعني صحيح كان رئيس الجمهوريه قائم بعمل رئيس الجمهوريه، وكانت الحكومة حكومة الدكتور الجنزوري، لكن هم كانوا في خلفية سلطة موازية. أيوة. وأكثر نفوذا، ويعني فهم طلبوا أن تغيب فيه تغيب، وصلوا إلى توافق أن يبقى فيه تغيير نسبي، لأن رغم وجود السيد عمر سليمان كان نائب رئيس الجمهورية، ورغم وجود المشير طنطاوي، بس كان الشارع أقوى من الجميع. أيوة. كان الشارع والمجتمع المصري تجيش، وما بقاش يفرق بين الإخوان والسلفيين والوطنيين الحقيقيين، فبقى كله في الثورة، وكله في الشارع، وكله يعني ما كانش فيه قيادة للمشهد. الإخوان ضغطين عشان يغيروا الجنزوري. غير الجنزوري، فوصلوا إلى حل توافقي إنه هو يحصل تغيير نسبي، كان من الأسماء اللي اقترح تغييرها، يعني حتى أنا لقيت، انا عرفت ان الدكتور شاكر الله يرحمه هو اللي طلب، قال انا اول واحد عايز امشي. تتكلم عن وزير الثقافه؟ وزير شاكر عبد الحميد. شاكر عبد الحميد الله يرحمه هو اللي طلب. قال انا في مقدمه اللي هو طلب انه يمشي، الدكتور الجنزوري كلمني، والدكتور الجنزوري انا شخصيا متابعه من فتره طويله، ومتابع انسانيته، وعندي معلومات عنه وافيه، ف قلت له طب، قال لي ما فيش يلا. رحت كملت مع الدكتور الجنزوري الى ان حدثت، يعني كان في نهايه بقى حكومه الجنزوري كده، حكيت الاخوان كانوا خلاص قادمون، يعني كان المشهد ينبئ بان الاخوان. انت سيبت سيادتك، قبلت الوزاره مع الجنزوري لشخصه؟ لا، لشخصه ولأسباب وطنية، يعني أردت أن أنا يعني حينما يطلب مني في هذا المشهد مش ههرب، بس أنا كنت متردد، كنت مش سعيد بهذا الطلب من الدكتور الجنزوري، لكن ما قدرتش، كنتش أقدر أرفض يعني. ليه ما تقدرش ترفض؟ لا، ما أقدرش أرفض، لأنه المشهد كان يقتضي أن كل واحد عنده قادر على انه يعمل حاجه، كان يتصدر للمشهد. اصل في هذا التوقيت في ناس كتير. انا في وزاره الثقافه استاذ حمدي، عندي يعني انا كنت بقى ادير المؤسسات في وزاره الثقافه، انا كنت رئيس دار الكتب، وكنت رئيس الهيئه العامه للكتاب، الاثنين كانوا مع بعض، كنت بقى ادير المساله بالحب، يعني في صرامه، لكن لما واحد يغلط اجيبه وكذا، لكن اذا تجاوز يبقى في، يعني كان في نوع من انا الوزاره الوحيده او المكان الوحيد في دار الكتب اللي ما حصلش فيها اي خلل، لدرجه ان لما كان في مشاكل في تجاوزات الاخوان وتعدي على مؤسسات الدوله وبتاع، الموظفين في وزاره الثقافه، مش رجال الامن، مش افراد الامن، كانوا بيعملوا ورديات عشان يحرسوا دار الكتب ودار الوثائق.
والموظفين في وزارة الثقافة كانوا يحرسون الكتب والوثائق، لان احنا عندنا تراث، من عندنا تراث مالوش بديل يعني. ولعل من الحاجات اللي يعني اتذكرها مشهد حرق المجمع العلمي يعني، كان انا هرجع له بس خلينا اقف عند الحكومه الاولى. الحكومة انت رحت للدكتور الجنزوري كوزير ثقافه، قعدت قد ايه؟ قعدت تقريبا 3 شهور. 3 شهور بس. انا كنت مرشح لجائزه الدوله التقديريه، وانا كنت عارف ان الاخوان جايين وان الاخوان هيستلموا الدوله. عارف ليه؟ الشارع مؤشرات الشارع كان كل حاجه بتقول كده. كنت تركب التاكسيات تلاقي